سلام غزالاتي كديري لاباس، كنتمنى تكونوا بخير وهاد لا فيديو يلقاكم في احسن الاحوال. المهم هاد الفيديو خفيف ظريف، بسرعه غنوجدوا جناوح تاع الدجاج مقليين. المهم هاد الاكله هادي شت الاسيويين كياكلوا الحار بزاف لواحد الدرجه ما كتصوروش، وخفيفه هي في هاد الوقيته النيت سخون الحال وداكشي، صراحه مع شليضه ومينيسترينا او لا اي حاجه اخرى كتجي رائعه. غندوزوا المقادير. المهم هما يا كياخذوا الجناوح، هنا راه غير باش نصور لحقاش ديجا انا درتهم كيطيبوا. غتاخذوا الجناوح تاع الدجاج غتغسلوهم مزيان، الثومه غنحتاج لستة الفصوص تاع الثومه، والحار هذا البنات راه ماشي الهريسه وانما الحار مطحون كيتباع، هذا كيتباع في السوبر مارشي، والملحه يعني هما كيشدوا الحار وكيطحنوه مع الثومه صافي وكيديروه في الجناوح تاع الدجاج. مهم الحار عفوا تنبغي نقول لكم الحار تنقول لكم الهريسه وانما الحار، وكتزيدوا عليه الثومه مطحونه والملحه صافي. هذا الشيء هو اللي غادي ديروا وغادي تقليوه المهم انا درت الطاجين هنايا، ولكن في الاخر عقب ترديته للمقله علاش غادي يشد لي الوقت بزاف باش يتقلى. المهم شفتهم داروهم وشكروهم بزاف وكياكلوا فيهم بواحد الطريقه عشان نقول لكم كتشهي، قلت غادي نجربهم وغنبارطاجيهم معكم. المهم هادشي هو اللي كاين. الحراره البنات راه ما كتبقاش مع ملي كيتقلاو كتنقص ديك الحراره، انا فاش شفتهم كيديروا ديك الكميه تاع الحار يعني راه واحد الكميه اللي كبيره كبيره بزاف تيديروا تاع الحار. انا راه مازال درت هنايا غير معلقه كبيره تاع الحار مطحون، هما يراكي ياخذوا الحار نيت وكيطحنوه مع الثومه. مهم انا جربته بهذه الطريقه هذه وما كيبقاش حار وكيجي لذيذ الصراحه فعلا. الى شكروا هاد الاكله هذه فرا زوينه كيجيو رائعين. مهم غنخليهم حتى يتقلاو، غادي نقدموهم مع شلاضه مطيشه شويه تاع الخس. انا درت شويه تاع المينسترينا، راه سبق ليا وتشاركت معكم المينسترينا وصافي. هادشي هو اللي كاين، بقاو معايا باش نشوفوا الشكل النهائي. وهذا هو الشكل تاعهم، كيجيو رائعين وغزالين فنين فنين الصراحه، وما تيكونوش حارين بزاف، راه ملي كيتقلاو ما كيبقاش ديك الحراره بزاف، كيجيو رائعين ومقرملين. كنتمنى يعجبكم لا فيديو، ما تنساونيش لايك، فعلوا الجرس وبارطاجيو فيديو ماجي ان شاء الله.